دورات استعراضية كثيرة، منها دوران الكرافت بالأصبع، تكتك ما تسمى بتكتك الكره أو تنطيط الكره، وأنا جالس وضعها فوق الظهر، وضعها فوق الصدر. كذلك الدوران يحتاج إلى عدة مقومات، منها الاتزان، منها المرونة، منها الثبات. إن شاء الله يكون في خلال الأيام القادمة فيه اهتمام للاعبين المهارات الاستعراضية اللي هي الفريستايل.